يعني رحنا نقول عن النفس الدينيه عن دنيه الدنيه والدنيه مودع عن النفس الدينيه اخي مزيد بما ان صوتي شجي بما ان صوتك مو بزين لا تحطم يا اخي انا طالبين تكفى يعني تخيل اني توي صاحي تخيل انك توك صاحي ولا مقطع الوقت وجهي بوجهي بناقي خله بلا تخيل انك توك صاحي وتشوف وجهي تسمع صوت ازعل ازعل تونا سامعين صالح سمي من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب رايه خايف الايام لا تطلع وقبها وخيمة في طريقك كل ما كان اهل مصدر بالهدايا تاه ودروب الحياه المستقيمه مستقيمه فدوتك ما فات من الايام واللي عاد جايه يا بعد عمر ما خسيره معك عندي غنيمه انت فارع انت حظ لصقه بين الله وجهك بقول لكم شيء امون عليكم امون عليكم انا يمكن انا ابجامل حق الشاعر مو بشاعر جامل في قصدي الا المنشد لا تعدم اذانينا يا رجال يا رجال شغل مايكك يا رجال طفي مايكك يقول انا جامل في كل شيء حتى الشاعر يجيب لي بيتين اصفق له اسمه من الشاعر خالد الروقي تعال طيب لهنا الله يهديك عبد الهيب اذا عطني مايكك طافي انا يمكن اجامل في كل شيء حتى اللي مو بشاعر اقول انت شاعر الا اهل الاصوات يا اخوي ذبحتون يا اهل الاصوات اللي مهب زانة ذبحتون ترى والله ما نسلكم اللي مهم ينشد لا يعدم اصواتنا وذنينا كلام عني وعن عاد الناقي لا مقدح عاد الناقي اسمع اسمع يا ابو اسمع بيتين لا تزعل بغيت تعد قصيده والله اشرب لا المنشد ضبط مايكك لا تزبط مايكك اسمع خلاص يا سلام ازعجت شوف مايكك اسمع فيكم ما صلى على النبي فيكم ما صلى على النبي فيكم ما صلى على النبي غير المايك تعال مش صلى على النبي يقول في طاعه الله مستقيم واصلي وودع على النفس الدنيا زماني اللي كسبت الطيب هذا محلي وليا كسبت العز هذا مكاني سلام يا قادم النسخه يا سلام حلي ولا سفري ها ها قولوا لا اله الا ابو فرح هلا والله هذه يمكن تعرفونها بندر عير نعم